مش قادره اغص عليها. استحملي. في ايه؟ اقعدي اقعدي. يعني ايوه مش قادره مش قادره ارفع رجلي مش قادره. متشكره قوي. يا محمد مش قادره مش قادره. محمد هات كوبايه ميه بسرعه. كوبايه ميه بسرعه. رجلي 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 مش قادره. رجلي وجعاني قوي. فين؟ هنا 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 هنا؟ دي وجعاني قوي. طب اهي 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 هات يا محمد هات. شوفي امشي قوي. شكرا. اتفضل تاني بالهنا والشفا. كتر خيرك. خد يا محمد اتفضل. يا رجلي مش عارفه اتكعبلت ولا ايه. طب هقول لك على حاجه. ايه؟ قومي كده نجرب تدوس عليها. مش عارفه ممكن توجعني. نزلي نزليها بس. ايوه 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 تعالي بقى. ايوه كويس قوي قوي قوي. لا لا مش قادره. طب بس رجلي بس رجلي بس رجلي مش قادره بجد وجعتني قوي. بس بس الف سلامه. الله يسلمك. الف سلامه عليك. الف سلامه عليك. خدي بالك السربع لايه. ما تاخد لك كام كده ولا كده. شكلك مش ناوي تجيبها لبر يا سلام. وهو ايه برك يا هلا؟ ايه برك يمكن ارسى عليه؟ صعب عليك ما تعرفش بعيد عن شنبك. اتعلم. روح المدرسة. اروح. قال بعد ما شاب ودك التاب. ايه يا هتهب عليا ولا ايه؟ جرابت؟ ما في ايه؟ انت حاطة عينك على حد تاني ولا ايه؟ ما تتصبح وتقول يا صبح. يا صبح؟ ولا انت لما شفتي البهوات عقلك اتلحس؟ اتلحس عقلك يا بعيد يا عرة الرجالة الوط يا ناس. ايه ده اللي عرة الرجالة؟ انت يالا في ايه بنت يا هالة؟ انت اللي يرحم كرايه. ايه يا بنت؟ ايه يا سلامة؟ ايه يا بنت؟ انت حملت ولا ايه؟ انت نسيتي نفسك؟ لا يا سلامة يا بنت انا سبتك. انا غلطان يا انا غلطان ان انا كنت عايز اتجوز واحده زيي. سيبه يا حسن والنبي. واحده واطيه ساعتها كنت هبقى عرة رجاله يا بنت الكلب. ربنا يعافيك يا شيخ. ابقى انت جوايا. ربنا يتوب علينا من الحاره الهباب دي والاشكال الزباله اللي بنشوفها. كانت كل عرف الواد لازقني زي اللزق الانجليزي. متبعني يا اختي كده في الرايحه وفي الجايه. كل ما يشوف وشي يروح باخخ في وشي كده كلمتين حمضانين مالهمش اي لازمه. انا خلاص ما بقتش طايقه مش عايزه اعيش في الحاره دي. انا عايزه اهج عايزه امشي. اسمعي كلامي اوعي ترمي نفسك في ايد حد من الحاره دي ولا هتكوني كانك دفنتي نفسك بالحياه. لا قولي لي يا اختي هو انت وقعتي على العريس ده فين؟ وقعت عليه ده ايه؟ ده هو اللي جري ورايا. انا اصلا ما كنتش واخده بالي منه. ده انا وافقت عليه بالعافيه. ده حتى كتب لي شركه من شركات عشان اقبل بيه. كتب لك ايه؟ شركه من شركاته. اصل يا حبيبتي عنده شركات مقاولات كتير وليها فروع كتير. ولعلمك لولا هو عمل كده انا كان مستحيل ارضى بيه ولا حتى اوافق انه يتكلم معايا. والله يا بنت انت جدعه. ما هو كده الواحد اول ما تجيله الفرصه لازم يتشعبط عليها كده ويركب فيها ويدلدل رجليه والا يبقى اهبل. هنقول ايه بقى؟ يلا بس انت قولي لي. ربنا يسعدك يا رب. والله بجد خدي يا بنت مش خساره فيكي. امسكي. ايه ده نقطاتك؟ 50 جنيه؟ لا يا حبيبتي هخليها لك تنفعك. انت بتتعبي على ما تروحي شغلك. صحيح هو انت بتشتغلي ايه؟ شبه يا اختي الشغلانه اللي كنتي بتشتغليها قبل ما تقابلي المحروس اللي كان بيكتب لك. والنبي صعبان عليا يا فتحي. بس هنقول ايه يا اختي في قله القصر؟ امشي اطلعي بره. لا يا اختي ما انا كده كده بره. انا اللي غلطانه ان انا جيت عبرت واحده زيك. بس هنقول ايه؟ اعمل الخير وارميه البحر. بس خدي بالك البحر قلب يقطع. امشي غوري. يلا نيله افتح دبكتك. نيله انت راخك. البنت وقفتني قدامها ولا كانها ماسكه سجاده عماله تنفضها. كانها ادتني مليون قلم على وش. عشان كده لازم ترد لها القلم ويكون قلم بيوجع كمان. ازاي بقى ان شاء الله؟ انك تتجوزي احسن من اللي اتجوزته واغنى منه. والنبي اقولها ايه دي؟ عايزاني اعمل ايه للراجل يعني؟ عملت له كل حاجه، الراجل مش شايفني غير حته خدامه. شفتي انك خايبه؟ طالما عدالك اللي حصل يبقى دخلتي دماغه وعينه منك. انت بقى تسمعي اللي انا بقولك عليه كويس قوي. انت مش هتروحي الشغل لا بكره ولا بعده. ولو ما سالش ولا اتصل انا هروح له واقول له انك عيانه وعايزه اجازه. اجازه ازاي يعني؟
ما الراجل شايفني قدامه زي القردة. انت يا بنت مش بتقولي رجلك اتلوت؟ انا رجلي اتلوت. شفتي بقى انك مش مصحصحة؟ سيبيني بس انا خطط لك، وما كانش يتجوزك ما بقاش انا كريمة. قهوتك يا عبد العزيز بيها. شكرا يا هبه. ده انا والله اللي متشكره قوي ان حضرتك يعني سالت عليا وانا عينه. المهم انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله. لو عايزه تروحي روحي. لا 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 خالص، ده انا كويسه قوي. طب لو سمحت ممكن تجيبي لي جاكيت؟ عيني. اتفضل. شكرا. تعرفي يا هنا، انت اول واحده ارتاح لوجودها عندنا هنا في البيت. والله انا مبسوطه قوي يعني بسمع الكلام ده من حضرتك انت بالذات. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. عندك حاجه بعد ما تخلصي هنا؟ ليه، هو في حاجه؟ عايزك تخرجي معايا. والله يا عبد العزيز بيه انا من ايدك دي لايدك دي. ثانيه واحده. اتفضل. تقبلي دي؟ ايه دي؟ دي حاجة بسيطة يعني. علشان يعني؟ ايوه. ده علشان انا؟ والله ده كتير قوي يعني، انا مش عارفة اقول لك ايه، بس هو يعني لا مؤاخذة يعني في السؤال، يعني هي ايه مناسبة الهدية الحلوة قوي دي؟ الله، واحنا لازم يبقى في مناسبة عشان نهادي الناس المهمين عندنا؟ لا، حضرتك عايز مني حاجة؟ لا، بس فكري في اللي طلبته منك. هفكر. اتفضلي يا هبة، اتفضلي. التكشيره دي ابدا ابدا. مش حاجه. قولي لي بقى، تحب نقعد هنا ولا في البلكونه؟ لا مفيش داعي للبلكونه، حد يشوفك ولا حاجه يعني. طب اتفضلي. اتفضل اتفضل اقعدي. شوفي بقى يا هاله، مبدأ التريقه، انا ما احبش حد يزعجني ابدا، واحساسي ان انا متراقب بيزعجني جدا. اي كافيه او مطعم او حتى اوتيل كل اللي فيه يعرفوني وهيراقبوني، وده احساس مش هيعجبني ابدا. مش عارفه بصراحه، انت محسسني ان انا ماجده وانت فريد شوقي فجاه. يبقى فين العامله السودا بقى؟ اقول لك، انت جميله جدا يا هاله، أجمل مما أي حد يتصور، بس في نفس الوقت أنا ما بحبش أعمل حاجة في الحرام، وبرضه في نفس الوقت ما بحبش أعمل أي حاجة تأذيني أو تضر بشغلي أو سمعتي. أنا هتكلم معاك بصراحة يا هالة عشان يبقى كل واحد فينا على نور، وما تجيش في يوم من الأيام تقولي إن أنا كذبت عليكي. على طول كده؟ طب يعني واحدة واحدة عليا، سيبني اخد نفسي الأول يعني، سيبنا نتكلم مع بعض، ناخد على بعض، بعدين هو في راجل يقول لواحدة انت هتوسخي سمعتي؟ أنا بكلمك بصراحة، لأن بصراحة كده من غير تعقيد وببساطة وزي ما هو، أنا عايزك لأنك عجباني، وأنا بحب أبقى مبسوط قوي. رايك نتجوز؟ شهر، اتنين، تلاتة، زي ما احنا عايزين، وأي مبلغ أنت عايزاه. شهر، اتنين، تلاتة؟ وده يبقى جواز يا عبد العزيز بيه؟ وعليا النعمة أنت ما بيه، ولا تعرف حاجة عن البهوية ولا عملك بيه ظالمة. إيه رأيك 70,000 جنيه؟ يا عم أنا ماشية. بقول لك إيه؟ اديك عرفت مكان الشقة، لو جيت الشغل بكرة هعتبر دي
موافقة منك. ايه أصله ده؟ الراجل ده بتاع تقطعك. هتيجي. اتأخرت كده ليه؟ أبوك سأل عليك وقلت له إن أنتي فرح واحدة صاحبتك. في إيه؟ مالك عاملة كده ليه متعفرطة؟ أهو ده اللي أنتي فالحة فيه. امشي ورا دماغي يا بت. اسمعي كلامي يا بت. أنا اللي هعمل وأسوي يا بت. أهي باظت بتاعتي. إيه اللي حصل؟ عمل إيه اللي يتعوج ما يتعدل ولا تقوم لقومة؟ عايز يتجوزني. إيه ده؟ بجد صحيح؟ ما تنشكحيش قوي كده يا أختي. عايز يتجوزني شهرين ثلاثة. اتنين يفرقوه ما يقومش من تحت إيديهم. الواطي. قال بيعرض عليا 70,000 جنيه فاكرني بيع وشروى المعفن. استني 70 ايه؟ لا 70,000؟ لا 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 اقعدي بقى كده وترسعي عشان انا عايزه افهم. تعالي. وايه بقى اللي عايزه تسمعيه؟ يا بت مفيش حاجه في الدنيا دي بتتاخد قفش الا حاجه واحده بس، الفقر. انما اي حاجه تانيه لازم تتعقل وتتقلب يمين وشمال وفوق وتحت. انت ايه؟ في دماغك دي زلط؟ بقولك عايز يتجوزني شهرين ثلاثة، انت مش فاهمة ده معناته ايه ولا ايه؟ يا خايبة يا خايبة، عبد العزيز ده بيختبرك، بيشوفك هتعملي ايه؟ يختبرني؟ وحتى لو مش كده انت هتتجنني ولا ايه؟ يا بت الست هي اللي تقدر تخلي الراجل يعيش معاها العمر كله، وهي اللي ممكن تخليه يطفش بعد ساعة واحدة بس. بعدين عبد العزيز ده فاضل له قد ايه في الدنيا؟ انما انت بقى حلوة وصغيرة ومفيش حد يقرب منك ويسيبك أبدا. بس كويس إنك كسبتي. هو قال لي لو رحت الشغل بكرة هيعتبرني كده موافقة. أنا هروح له وهقول له إنك حكيتي لي على كل حاجة وإنه لو لا 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 استني. لو كده أروح له أنا بقى وأقول له إن أنا هعتبر العرض اللي عرضوا عليا ده جواز حقيقي، وال70,000 جنيه دول مهري. ايوه كده فرحي قلبي. احبك وانتي مشغله مخك. ويبقى يوريني بقى يقدر يبعد عني ثانيه زي. اهلا اهلا. افهم نجيتك دي انك وافيتي على اللي اتكلمنا فيه؟ اه بس انت يعني بصراحه جرحتني قوي. بقولك ايه، أنا ما بحبش الناس اللي بتضحك على نفسها. أنا بحب الناس اللي فاهمة كل حاجة على حقيقتها، عشان ما يجوش بعد كده يقولوا للناس التانيين أنتوا ضحكتوا علينا. أيوة بس أنت برضك قلت لي كلام وحش الصراحة يعني. بصي يا هلا، كل حاجة في الدنيا باتفاق وعد، وأي عقد ليه نهاية. إلا بقى لو الاتنين اللي في عقد بينهم قدروا يريحوا بعض ويحافظوا على بعض. صح، أنت صح. أنا يعني أخدت بالي برضو إن أنت ممكن تكون مكسوف مني، كمني من حارة ومستواي أقل من مستواك و... بس أنا عليا النعمة بحبك. بإيه؟ بتحبيني؟ ماشي، أنا ما عنديش مانع، رغم إن أنا مش شاب عندي 20 سنة ولا مراهق بيدور على بنت يحبها. يا هلا، أنا بحب الحياة وبحب أستمتع بيها أوي، وأنا بموت فيها ونفسي أعيشها أوي. تفضل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه؟ انا قلت ما بحبش الزيطه. ها خلاص خلاص يا سعاده البيه، بس ده انا من الفرحه عايز ارقص مش ازغرط، لكن طالما انت مش عايز خلاص. بس تعرفوا انا كمان كان نفسي يبقى ابوها موجود. ابوها ده مين؟ انا الكل في الكل واللي اقول عليه يمشي. بس لو مؤاخذه يعني كده، واحنا كده كتبنا رسمي؟ اه طبعا كتبنا رسمي، وان شاء الله القسيمه لما تطلع استاذ خالد هيجيبها لكم. انا بحب كل حاجه اعملها تبقى مظبوطه بالشعر. خالد. ايوه يا فندم.
وصل استاذ، ولما تاخد منه الاساين يبقى ادي نسخه للست كريمه او لهاله. تحت امر سيادتك يا فندم. اتفضل. هتوحشيني هتوحشيني يا حبيبتي. ايه ايه؟ احنا قلنا ايه؟ مش قلنا ما بحبش الزيطه؟ اتفضلي. مامتك ظريفه قوي. انا عايزه امشي. ليه؟ انا ضايقتك في حاجه؟ لا انت ما ضايقتنيش بصراحه. انا اللي عملت، انا مش طايقه نفسي. طب ليه؟ يعني انت من جواك دلوقتي يعني بتقول عليا ايه؟ ايه السؤال ده؟ وبعدين ما تزعليش مني، يهمك في ايه انا بقول عليكي ايه ما دام احنا سوا؟ شوفي يا هلا، انا هقول لك حاجه تخليها حلقه في ودنك مهما طال الزمن. لما تخطي خطوه كمليها، اوعي ترجعي فيها مهما كان. انت عارفه انك جميله قوي، ولفت نظري من اول ما شفتك. ما حسيتش بكده الصراحه يعني. هقول لك تاني، لو حاجه عجبتك ونفسك فيها اوعي تقولي انها عجبتك ونفسك فيها. عارفه ليه؟ ليه؟ لأنك لو اعترفت بده هيبقى صعب قوي إن الحاجة اللي نفسك فيها تملكيها بسهولة. تعالي.